للسنة الثانية على التوالي، نادي النمذجة والمحاكاة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية يحتضن معرض مشاريع النمذجة الرياضية والمحاكاة الحاسوبية للأطفال واليافعين. مهم عندنا بالجمعية السورية لأنه عم تمسك بإيد الأولاد اللي عندهم رغبة لأنهم يطوروا معلوماتهم المعلوماتية، يدخلوا فيما بعد إلى برامج وإلى إن صح التعبير يوصلوا إلى أهداف مو صعب الوصول إليها بالشكل الطبيعي. هيدي السنة الثانية لإله، هو يعتبر عن مخرجات مسابقة النمذجة على عدة سنوات بالإضافة للكورسات التدريبية اللي عم يكون فيها نادي النمذجة من 4 سنين. هي عبارة عن نماذج محاكاة حاسوبية لمشاكل حياتية، عم يتدرب الأطفال اليافعين على إيجاد حلول لها من أعمار صغيرة. يحاول النادي أن يقيم عمله أو أن يتوج عمله من خلال طرح مجموعة أفكار على متدربين النادي وحتى من خارج النادي لمن يرغب بذلك، نطرح عليهم مجموعة أفكار، ممكن حتى نتلقى أفكار منهم، نختار الأفكار اللي من خلال نقاش بينه وبين المتدربين، نعمل على تطوير نماذج رياضية لهذه الأفكار. كل هذه الأفكار تحاكي مشاكل واقعية من مجالات مختلفة. هلا هي في عدة مشاريع كلها تتمحور حول النمذجة، يعني نحن النمذجة هي إنه نحن نحاول نستخدم الرياضيات بالتطبيقات الحياتية. والأطفال يعني بشكل عام بتراوح أعمارهم، كانها في عنا من الصف الخامس وطالع للبكالوريا يعني. فنحن عادة منقسمه لفرق أنه كل فريق يشتغل مشروع معين يعني. تصاميم متنوعة تحاكي مشاكل حياتية وعلمية مختلفة. مشروعنا نحن أهميته أنه حتى نعرف نحن قديش نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الغرفة، لأنه إذا وصلت لحد معين بيؤدي لخطر على الأشخاص. كانت تجربة مفيدة وتعلمنا يعني تعلمنا بالميكانيك زيادة، بالروبوتات تعلمنا، بالبرمجة زيادة، صرنا نتعلم انه صار يعني روح الرياضية، انه نحن مثلا بالمسابقة كنا هنيك بالتعاون. شيء كتير مهم انه نحن لازم نحول الواقع اللي عم نعيشه لشيء رياضيات ويفهموا اكثر حدا صغير او كبير او اي شيء. المهم نحن مشاركين بالمعرض مشان نتعلم ونستفاد من شغلات جديدة وفائدة لنا كمان لنتعلم وناخذ تجربة جديدة لنا. المعرض يهدف إلى نشر ثقافة النمذجة الرياضية والقدرة على تحليل الواقع بمساعدة الرياضيات.